وضعية الطرق بجهة كلميم السمارة للنواب عثمان عيلة بولون السالك وحرمة الله محمد الأمين من الفريق الاستقلالي وحدة التعادلية. السي عثمان عيلة السي النائب تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة والسيدات النائبات المحترمين. لا يخفى على سيادتكم الدور الكبير الذي تلعبه الطرق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورغم الجهود المبذولة من أجل تحسين وضعية الطرق بمناطق المملكة، فإن بعض الجهات لا زالت في أمس الحاجة إلى توسيع الشبكة الطرقية وتحسينها، كما هو الشان بالنسبة لجهة قلميم السمارة. لذا نتساءل عن البرنامج المحدد لتوسيع الشبكة الطرقية بهذه الجهة وتحسينها. متى ستخرج إلى حيز الوجود الطريق الرابطة بين مدينة آسا وجماعة عوينت لهناء، والطريق الرابطة بين الطريق الوطني رقم 101 وجماعة عوينت غمان بما لهم من أهمية؟ وشكرا. شكرا سيد النائب. جواب سيد الوزير. جهة السمارة. في إطار الجواب على هذا السؤال سأعطيكم نظرة على ما يتم إنجازه في قطاع الطرق في هذا الإقليم أو في جهة قلميم السمارة. فيبلغ طول الشبكة الطرقية 4761 كيلومتر، منها 1747 كيلومتر معبدة أي بنسبة 37%. وقد عرفت الجهة إلى غاية السنة الحالية إنجاز عدة مشاريع طرقية مهمة، نذكر منها بناء وتهيئ 772 كيلومتر من الطرق بتكلفة وصلت إلى 383 مليون درهم، وصيانة وملائمة الشبكة ب 675 كيلومتر ب 256 مليون ديال درهم. وستعرف الشبكة الطرقية بهذه الجهة تطورا ملحوظا بإنجاز برنامج وطني الثاني للطرق القروية، والذي يبلغ طوله في هذه الجهة 1418 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 870 مليون درهم، مما سيؤدي من نسبة فك العزلة إلى 83% للساكنة القروية في هذه الجهة، انطلاقا من 41% التي هي النسبة الحالية. كما سيتم خلال فترة الممتدة من بين 2005 و2009 صيانات وملائمة 305 كيلومتر من الطرق، وبناء وصيانة 11 منشأة فنية بمبلغ يصل إلى 170 مليون ديال درهم. أما فيما يتعلق بالطرق الواردة في السؤال، فبالنسبة للطريق الرابطة من بين عوينات لهنا وأسا 1308 والبالغ طولها 50 كيلومتر، فإن الدراسة التقنية المتعلقة بها متوفرة، وقد تم إدراج بناؤها ضمن البرنامج الوطني الثاني السالف الذكر. أما الطريق الرابطة بين الطريق الوطني رقم 1 وعوينة غمان، طريق الإقليمية 1303 الرابطة بين عوينة غمان بإقليم أسا وطريق الوطني رقم 1 مرورا بجماعة فرقت بإقليم قلميم، والبالغ طولها 757 كيلومتر، فإن 10 كيلومتر منها معبدة و10 كيلومتر تم إعدادها سنة 2004، وسيتم بناء ما تبقى على طول 47 كيلومتر في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. وشكرا. شكرا. سي عثمان تعقيب. وزير على الجواب الذي أسميه جوابا مقنع، ولكن السيد الوزير لا يخفى عليكم أنكم تكلمتوا عن الطرق يعني بجهة قلميم السمارة، ولكن السيد الوزير هاتين الجماعتين اللي هي جماعة عوينت لهنا وجماعة عوينت غمان هم جماعات اللي توفروا على ساكنة محلية كبيرة جدا، وعدم يعني عدم ربطهم بالطريق الوطني رقم 101 والطريق الجهوية اللي مؤدية من قلميم إلى آسا، فهو تسبب في هجرة المواطنين إلى أقاليم أخرى غير الإقليم المنتمين إليه، رغم أن السيد الوزير إقليم آسا الزاك يتوفر على سبع جماعات يعني كلهم لا زالوا في عزلة إلا البلديتين اللي يوجدوا على الطريق الجهوية المؤدية من قلميم إلى مدينة آسا. أما جماعة البيرات وجماعة عوينت لهنا وجماعة عوينت غمان والتوزقي لا زالوا في عزلة تامة. ثانيا السيد الوزير أتمنى أن تزور هذه المنطقة من أجل الاطلاع على وضعية ساكنة هذه الأقاليم، وبالتالي السيد الوزير عدم تعبيد الطرق فهو تسبب في عدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجماعات المذكورة، كذلك تسبب في الهجرة من القرى إلى المدن، كذلك أصبح المواطنين عندنا الوقت اللي بغى الإنسان يعني المسؤولين المحليين سواء كانوا منتخبين أو سلطات تسبب في مجموعة من الإشكاليات في القيام بالدور المنوط بهم. لذا السيد الوزير نلتمس منكم
أن تزوروا هذه المنطقة عوينت لهنا وعوينت غمان من أجل الاطلاع، وكنا نتمنى أن يأتي في جوابكم أنهم في البرنامج ما بين 2005 و2007. شكرا. شكرا سي نائب.